ميلاد جديد تشهده الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في يوبيلها الذهبي، ترتدي فيه حلة جديدة بالتجديدات التي أدخلت عليها لتضفي طابعا قبطيا مميزا للمبنى الذي شهد وافتتح في عهد أو شيد وافتتح في عهد الرئيس عبد الراحل جمال عبد الناصر والبابا كيرلس السادس. تدق الأجراس ويصدح الشمامسة بالترانيم ويطلق الكهنة البخور وترفع الصلوات احتفالا باليوبيل الذهبي لافتتاح الكاتدرائية المرقسية بالعباسية التي ارتدت حلة جديدة تليق بالمناسبة الكنسية والوطنية. فخمسون عاما مرت وظلت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية صامدة تحكي حدوتة مصرية، وحدت المصريين في تشييدها بدعم من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ومباركة البابا كيرلس السادس اللذين وضعا حجر الأساس لها عام 1965، وتم افتتاحها بعد ذلك بثلاث سنوات بحضور إمبراطور إثيوبيا هيلا سلاسي. لتتحول الكاتدرائية منذ ذلك الوقت وحتى اليوم إلى المقر الرئيسي لبابا الأقباط، وتحوي بين جنباتها رفات القديس مرمرقس الرسول مؤسس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعد عودة رفاته من إيطاليا، وتصير أيقونة من أيقونات المجتمع المصري في العصر الحديث. وقبل أن يحل يوبيلها الذهبي بثلاثة أعوام، أطلق البابا توادروس الثاني حملة كبرى لتجديد الكاتدرائية لتليق بتاريخها، وعكف عشرات الفنانين والرسامين المصريين على تحويل جدران الكاتدرائية لمتحف فني بالأيقونات القبطية التي تحكي تاريخ الوطن والكنيسة معا منذ مباركة العائلة المقدسة أرض مصر وحتى الآن. كما شملت التجديدات توسيع الباب الرئيسي للهيكل وزيادة مساحة خرس الشمامسة وتزويد الكاتدرائية بشاشات عرض ثابتة وشاشات وكاميرات مراقبة وإخراج تلفزيوني وتزويدها بمنظومة صوت وإضاءة حديثة، كما تم تجديد وإضافة رسومات على الزجاج المعشق والموزيك. كأيقونة مصرية خالصة تتحول الكاتدرائية بحلتها الذهبية الجديدة لتجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتدخل عهدا جديدا في عصر تنهض فيه مصر بأبنائها مسلمين وأقباط نحو المستقبل بخطى واثبة.